جرار جديد من نوع بوخر، مركبة حديثة بمحرك ثنائي المحور ودفع رباعي. يكمن الهدف من هذه الآلة الجديدة التي تحمل اسم بوخر تراكتو موبيل في تحقيق المزيد من الإنتاج مع بذل جهد أقل على مقعد منجد مريح وخلف عجلة قيادة عملية. اسمي إيفو موهل، أكملت تدريبي للتو كمزارع مؤهل وأعمل في البناء حالياً. في الأسبوع الماضي حضرت مع زميلي معرضاً للغابات، وهناك قلت له سيقام تجمع للجرارات القديمة في موريغن في نهاية الأسبوع، هل ستكون حاضراً؟ وبدوره سأل والده إن كان بيسعنا الحصول على 2 من جراراته، وكان الجواب بالموافقة. إذن قمنا بتنظيف الجرارين ليلتي الأربعاء والخميس، وجئنا بها الآن إلى هنا. أنا مارتن غروسفايلر وأتدرب حالياً للعمل كمزارع. معي جرار قديم تم تحديثه جزئياً، وقد صنعت المحرك بأكمله بنفسي. أنا أجد متعة مع الجرارات لأننا ما زلنا قادرين على رؤية كيفية عملها، وليس كما هو الحال مع نماذج اليوم حيث يعمل كل شيء بالكمبيوتر فقط. اسمي مارتن ساندماير من سارمنستورف، أبلغ 74 من العمر. بدا اهتمامي بالجرارات منذ أن كنت صبياً بسبب تمضيتي للكثير من أوقات فراغي عند 2 من كبار المزارعين، ما أتاح لي فرصة الاطلاع على عدد لا بأس به من الآلات. وقد دخلت أول جرارات من نوع ستاير إلى قريتنا في 50ات القرن الماضي، وكان مقر الوكالة في نيدرلينز، وربما كان هذا هو السبب في شراء هذه الجرارات. اسمي دانيالا بيرلي من تسايهن وأبلغ 45. بدأ اهتمامي بالجرارات القديمة بتأثير من زوجي، ولكني أجد الأمر رائعا. أنا رودي بيري وقد أكملت 50 من عمري للتو. لقد كان جرار فوفي 580 بي الذي أعرضه هنا أول جرار في مزرعة والدي، ومع أنه استبدله لاحقا بجرار من طراز أورليمان، إلا أني استطعت شراءه ثانية عن طريق زميل لي حيث قمت بتهيئته وعرضه هنا. اسمي هانس أولي باومان من مواليد عام 52. أنا أنتمي لعائلة من المزارعين، وبالطبع كان لدينا العديد من الجرارات دائما، وما زلت محتفظا بأحدها في منزلي كنوع من الهواية لاستخدامه في الغابة، وأعتني به بنفسي، والباقي مجرد هواية. نحن بالطبع مهووسون قليلا، الأسرة بأكملها. اسمي فالتر ريديجر، أبلغ 63 وأنحدر من رورباس في كانتون زيوريخ. لقد اشترى جدي الذي كان مزارعا هذا الجرار في عام 34 كاقتناء جديد، ومنذ ذلك الوقت بقي الجرار في الأسرة دائما، ونحن نعتني الآن به ببساطة، وآمل أن يفعل الجيل القادم الشيء ذاته. اسمي رودي هاج من إيجنفيل، وأنا هنا لعرض جرار يعمل بالبنزين ويعود إلى عام 57. لا يزال بالإمكان مشاهدة كيفية تدفق البنزين خلال الأنابيب، ويمكن هنا اعتماداً على مرور البنزين في الأنابيب ووصول شرارة التشغيل سماع فرقعة قوية. عندما نرى الجرارات الواقفة هنا في الحقل، يمكننا العودة إلى تلك الحقبة الزمنية. هذا هو شعور الشخص على أي حال. اسمي ديونيس تشان وأعرض جراراً من طراز فورتون أن. من المؤكد أن حقيقة تعامل الأكبر سناً هنا مع هذه الآلات تلعب دورها، لهذا السبب أعتقد أنهم يمتلكون نهجاً مختلفاً عن ذلك الذي نمتلكه نحن. وكأحد الشباب أحب الاستماع كثيراً إلى الجيل الأكبر سناً، وهم يتحدثون حول كيفية حدوث الأمور وتطورها في السابق وعن حياتهم وشغفهم. اسمي توني غاربر وجئت من غرونينغن،
وأبلغ 55 من العمر. عندما كنت في 13 توفي والدي بمرض سرطان الدم، وأصبح لزاما على والدتي وإخوتي وعلي الاستمرار بإدارة المزرعة. وحينما كان والدي على فراش الموت، أوكل إلى توني الذي لم يبلغ سوى 13 تحمل مسؤولية الجرار، وأوصاني بالتأكد من وجود كمية كافية من الزيت دائما وبالاعتناء به حتى يصبح قديما. ومنذ ذلك الحين لم تفارقني الجرارات أبداً.